الأصحاح الرابع. أيها السادة، عاملوا عبيدكم بالعدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماء. واظبوا على الصلاة متنبهين أن تكونوا فيها من الشاكرين. وادعوا لنا أيضا ليفتح الله لنا باب الكلام حتى نبشر بسر المسيح، فمن أجله أنا في السجن لأعلنه كما يجب علي أن أتكلم. كونوا حكماء في معاملة الذين في خارج الكنيسة، مغتنمين الفرصة السانحة. ليكن كلامكم دائما لطيفا مليحا، فتعرفوا كيف يجب أن تجيبوا كل إنسان. سيخبركم عن أحوال كلها تخيكوس، أخي الحبيب ومعاون الأمين ورفيقي في خدمة الرب. أرسلته إليكم خصوصا ليطلعكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم. وأرسلت معه أونيسيموس أخانا الأمين الحبيب، وهو واحد منكم، فهما يخبرانكم بكل ما يجري عندنا. يسلم عليكم أرسترخوس رفيقي في السجن، ومرقس ابن عم برنابة، وهو الذي طلبت منكم أن ترحبوا به إذا جاء إليكم، ويشوع المدعو يوستوس، فهم وحدهم من اليهود الذين عملوا معي في سبيل ملكوت الله، فكانوا عونا لي. يسلم عليكم أبا فراس، وهو أيضا واحد منكم وعبد للمسيح يسوع، يجاهد دائما عنكم في صلواته لتثبتوا في الكمال وتتمموا كل ما يريده الله. وأنا أشهد له بأنه يتعب كثيرا في العمل لأجلكم ولأجل الذين في لودكية وهيرابوليس. ويسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لودكية وعلى نيمفا والكنيسة التي تجتمع في بيتها. وبعد قراءة هذه الرسالة عندكم، أرسلوها إلى كنيسة لودكية لتقرأها، واطلبوا رسالتي إلى لودكية لتقرأوها أنتم أيضا. قولوا لأرخبوس، احرص على أن تتمم الخدمة التي قبلتها في الرب. هذا السلام بخط يدي أنا بولس، اذكروا قيودي، ولتكن نعمة الله معكم.